اسمح لي اني بلش شوي بالوضع الداخلي، وخصوصا انه الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي كان لهم دور كبير ايجابي مع الاطراف السياسيه اللي هي معروفه بمعارضتها لحزب الله، وكمان طلع بعض الاجواء انه في بعض الاطراف السياسية كانت تريد أن تنقض في هذا الوقت اللي مبين أنه الحزب شوي مهزوز لفرض رئيس جمهورية. وكمان اليوم الوزير جبران باسيل قال من عين التينة أنه نمنع أي أحد يمنعنا عن الاتفاق لحسابات أو رهانات على أن العدو على الحدود ويهدد الليطاني وربما بعدها إلى العاصي. يعني هل هناك بعض الأطراف الداخلية معاليك تراهن على هذا التوغل البري للانقضاض على رئاسة الجمهورية ولإضعاف حزب الله والقضاء عليه وعلى سلاحه؟ لا أعرف، ولكن إذا كان هذا الأمر موجود فهو وهم ووهم كبير، وهذا إجرام بحق لبنان. لا يمكن تاريخيا، لا يمكن صرف أي معطى خارجي في المعادلة الداخلية. حتى لو كان حزب الله تعرض لضربات شديدة من العدو الإسرائيلي، ولكن الحزب لا يزال موجود، ولا يمكن لأي طرف لبناني أن يبني مجده على ما تصوره لخسائر عند أي طرف آخر. حزب الله لا زال موجودا، قوة سياسية، قوة بشرية، تحالفات كبرى، وبالتالي لا يمكن تثمير ما يجري في الخارج داخل لبنان. وبرجع بذكر بعض القوى السياسية التي في الفترة السابقة خافت من أن يحصل تسوية مع حزب الله يتم تثميرها بالرئاسي، أعلت الصوت تقول يجب أن لا يتم استغلال أي معطى خارجي في السياسة المحلية. وبعتقد بنفس المنطق الذي استعملت هذه القوى، اليوم يجب عدم تثمير أي حدث خارجي أو أي عدوان إسرائيلي بالوضع الداخلي. بكل الحالات من جانبنا نحن كحزب تقدم اشتراكي وكلقاء ديمقراطي بما نملك من حضور متواضع لا يمكن أن ننحاز بهذا الأمر بأي اتجاه. الحل هو الوفاق. بالأمس رئيس الحكومة تحدث من منبر عين التين بعد اجتماع إيجابي وعميق ومهم جدا مع الرئيس نبيه بري، بأنه يجب أن يكون في لبنان رئيس وفاقي. الرئيس وفاقي يعني عدم غلبة أي فريق. وبكل الحالات الرئيس وليد جملاط مع الرئيس نجيب ميقاتي ومع الرئيس نبيه بري هناك عمل ناشط وناشط جدا في بعدين أساسيين. البعد الأول محاولة إيجاد مبادرة لبنانية إلى حد ما تعكس السرية أو تقلب السردية الإسرائيلية بأنه لبنان لا يريد وقف إطلاق النار، وضع على طاولة كل أصحاب القرار. قد لا تؤدي إلى نتيجة، ولكن بالحد الأدنى تقول أن لبنان ملتزم بال 1701، لبنان يريد تنفيذ القرار 1701، وبالتالي ربما يسحب بعض الذراء من إسرائيل. البعد الثاني الذي يعمل عليه وليد جنبلاط مع الرئيس بري والرئيس ميقاتي هو بعد التسوية الداخلية، وبعتقد أصبح في إلى حد ما نضوج كبير عند عدد كبير من القوى السياسية للاتجاه إلى انتخاب رئيس الجمهورية. الاستقبالات التي يجريها الرئيس بري حصل جزء منها باليومين الماضيين، وسيتم متابعتها بكرة في استقبالات أيضا نوعية إلى حد ما تقيم حوارا دون طاولة حوار. وبعتقد تقودنا يعني إلى وضع أفضل في مسألة النقاش الداخلي في رئاسة الجمهورية. وبعتقد الأيام القليلة الماضية ستشهد كثير من المبادرات، سواء على مستوى العلاقات بيننا وبين الرئيس ميقاتي وبين الرئيس بري، أو على مستوى اتصالاتنا مع باقي الأطراف السياسية في وفود زارة الدكتور سمير جعجع، في وفد زارة سامي جميل، في لقاءات أخرى تتعقد، في وفد سيزور البطرك الراعي. الهدف الأساسي محاولة لملمة صفوف داخلية والوصول إلى وفاق. إذا كنا نحن ما فينا نتحكم بمسار الحرب العدوانية الإسرائيلية بوقف حاليا، خلينا نشتغل على اللي بنقدر نتحكم فيه، اللي هو إنتاج صيغة حكم جديدة أو بنية حكم جديدة في لبنان تستطيع أن تعيد ترميم الوضع الداخلي ومخاطبة الخارج بمصلحة لبنان. نعم، بس معاليك امبارح يعني من بعد ما استقبل الرئيس بري قائد الجيش طلع هيك جو عم بيقول انه مثل كأنه الرئيس التوافقي هو العماد جوزيف عون، يعني رد كما نقل عن زوار الرئيس بري انه رده كان انه هن وين ونحن وين. يعني هيدا دليل انه الأولوية عند الثنائي الشيعي هو الميدان، هو الوضع في الجنوب، الحرب القائمة على لبنان وليس رئاسة الجمهورية. منذ بداية الحرب لم يربط انتخابات الرئاسي بما يجري في غزة، وأستطيع أن أقول
من باب المعرفة الدقيقة أن الرئيس بري اليوم لا يربط انتخاب رئيس الجمهورية بما يجري من اعتداء إسرائيلي على لبنان، بل أن الرئيس بري يرى أن انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة ترميم المؤسسات الدستورية في لبنان يحسن الوضع الداخلي بمواجهة إسرائيل، والرئيس بري مستعد لتجاوز كثير من الاعتبارات وكثير من الاختلافات التي كانت قائمة سابقا حول الحوار أو غير الحوار، والرئيس بري جاهز لإنصار انتخاب رئيس وفاقي. المهم كل القوى السياسية أن تلاقي الرئيس بري إلى منتصف الطريق. من التقى الرئيس بري من مفادين أجانب ومن قوى سياسية داخلية يعرفوا أن الرئيس بري اليوم يسعى جاهدا إلى انتخاب رئيس، وبعتقد كثير من الاعتبارات الخلافية السابقة قد تم تذليلها في الأيام القليلة الماضية.